قصتنا في هذا اللقاء عن رجل جاء ذكره في القرآن الكريم، وهذا الرجل قلما أو لا أقول قلما، قليل من المسلمين من يعرف قصته ويعرف صفته ويعرف أخلاقه وفضائله. لقمان الذي جاء ذكره في سورة القصص، أو العفو ليس في سورة القصص، في سورة لقمان، في سورة لقمان، سورة من سور القرآن الكريم، ذكرت هذا الرجل أو هذه الشخصية الصالحة كما ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة كاملة، وأسمى سورة كاملة في القرآن الكريم، وخلد اسم هذا الرجل الصالح الذي سنذكر قصته وشخصيته في هذا اللقاء. من هو لقمان الذي جاء ذكره في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه؟ هذا لقمان اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال إنه نبي من الأنبياء، ومنهم من قال إنه عبد صالح، وهذا هو الصحيح، أنه عبد صالح وليس بنبي من الأنبياء، وذلك لأنه كان عبدا مملوكا، كان عبدا مملوكا، والأنبياء لا يكون عبيدا، الأنبياء يبعثون في أحساب أقوامهم وفي شرف أنسابهم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنه هو خيار من خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، قال واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو خيار من خيار من خيار من خيار، وذلك حتى لا يعير النبي إذا بعث بنسبه، حتى لا يعير، كما أن الله تبارك وتعالى يحفظ الأنبياء قبل بعثتهم من الرذائل كالزنا والخمور واللهو والمعازف والشرك والكذب والخيانة والغدر، كل هذه الأخلاق الأنبياء منزهون عنها حتى قبل بعثتهم. لماذا؟ حتى لا يعيرون بها بعد بعثتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا، كان يلقب بالصادق الأمين، أو كان يلقب بالأمين صلوات الله وسلامه عليه، ذلك ما أثرت عنه كذبة واحدة صلى الله عليه وسلم حتى لا يعير بها، وكذلك في أنسابهم كما جاء في صحيح البخاري من حديث قصة هرقل في بدء الوحي، عندما سأل هرقل أبا سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو من أشرافنا نسبا، من أعظمهم نسب، كما كان يفتخر هو صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني إن أردتموها سماوية فأنا نبي، وإن أردتموها أرضية على ميزانكم فأنا ابن عبد المطلب. وابن عبد المطلب هو سيد البطحاء، سيد قريش بلا منازع، عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، هذا النسب الشريف، سليل هذه الأسرة المباركة، أو سليل هذه الأسرة الشريفة. لذلك قال العلماء: ليس لقمان نبي، لأنه كان عبدا مملوكا. وتعلمون وقلنا ذلك مرارا وتكرارا، أنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا ذكر ولا أنثى إلا بالتقوى. ميزان الله تبارك وتعالى التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قال: فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال: يا فاطمة سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال في آخره: إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها سأصلكم. فالشاهد أنه إخواني، هذا هو ميزان الله تبارك وتعالى، التقوى. ومع ذلك
أيضا قال العلماء وهذا باتفاق أهل العلم أن جنس العرب أفضل من غيرهم، أن جنس العرب أفضل كجنس، جنس العرب أفضل من غيرهم، كما أن جنس الرجال أفضل من النساء، لكن لا يعني ذلك أن كل عربي أفضل من كل أعجمي كأفراد، لا هذا ممنوع، هذا ليس هذا المقصود، لكن كجنس في الجملة العرب أفضل من غيرهم بإجماع أهل العلم، كما أن الرجال أفضل من النساء كجنس على وجه العموم، لكن ليس على سبيل الإفراد نقول كل رجل أفضل من امرأة، لا مو صحيح، ليس صحيحا. يعني آسيا امرأة فرعون، هذه المرأة خير من ملء الأرض من أمثال فرعون، وإن كانت هي امرأة وهو رجل. إذن لابد أن نفرق هذا الأمر، لأن بعض الناس يخلط الأوراق، يقول كيف أن جنس العرب، إذن أكيد العرب يعني يتعالى على غيرهم من غير العرب، هذا غير صحيح، لابد أن ننتبه هذه القضية. طيب نعود إلى قصة لقمان رحمه الله. إذن هو على الصحيح هو ليس بنبي، إنما هو رجل صالح، وكان لقمان من سودان مصر، يعني من بلاد النوبة، بلاد النوبة معروفة في السودان، وهو شعب معروف من بلاد النوبة، وكان يعني أسود اللون رحمه الله، وكان يعمل نجارا، وقيل كان يعمل خياطا، وقيل كان يعمل راعيا، المهم أنه كان من بلاد النوبة، هذا الذي عليه أهل العلم أنه كان من سودان مصر من بلاد النوبة، وكان عبدا لأحد الناس هناك، وكان عمله نجارا أو راعيا أو خيرا، المهم كان يعمل بيده عند هذا الرجل. لقمان آتاه الله تبارك وتعالى الحكمة، والحكمة هي الفقه والمعرفة والرأي الصائب السديد والرشد، كان حكيما رحمه الله رحمة واسعة، ولم يكن نبيا كما قلنا. يعني هنا قصة حقيقة لا بأس بذكرها كمدخل لما جاء ذكره في القرآن الكريم عن لقمان، أن لقمان كما قال ابن جرير كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فقال له مولاه، مولاه يعني سيده، فقال له مولاه اذبح لنا هذه الشاة، أعطاه شاة اذبحها، فذبحها لقمان، فقال له مولاه أخرج أطيب مضغتين فيها، أعطني أحسن قطعتين من اللحم في هذه الشاة، فأخرج لقمان اللسان والقلب، أخرج اللسان، شوف الحكمة، أخرج اللسان والقلب، ثم مكث ما شاء الله، ثم قال له سيده مرة أخرى اذبح لنا شاة، فذبحها لقمان، فقال له سيده أخرج أخبث مضغتين فيها، فأخرج لقمان أيضا اللسان والقلب، فقال له مولاه مستغربا أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما يعني اللسان والقلب، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما يعني أيضا لسان والقلب، كيف يكونهما أطيب مضغتين وأخبث مضغتين في نفس الوقت؟ فقال لقمان شوف الحكمة، إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب اللسان والقلب يقودانك إلى الجنة لا شك، القلب هو ملك البدن، واللسان أكثر ما يدخل الناس النار اللسان، وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين فخذيه يعني فرجه أضمن له الجنة. فقال ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبث، إذا فسد اللسان وفسد القلب لا تسأل عن الضياع، لا تسأل عن الهلاك، سيهلك هذا الإنسان لا محالة، وهذا يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، حديث النعمان بن بشير الذي قال في آخره ألا وإن في الجسد مضغة يعني قطعة لحم
إذا فسدت إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب كما يقول ابن القيم رحمه الله كالملك والجنود جوارحه. شوف الكلام الجميل، الفقه العميق من ابن القيم رحمه الله، يقول القلب للبدن كالملك والجوارح جنوده. الأوامر تأتي من الجنود ولا من الملك؟ من الملك. إذا كان الملك صالحا صلحت الجنود، كان الملك فاسدا طالحا فسدت الجنود. إذن هذه من حكمه رحمه الله. كذلك جاء رجل إلى لقمان الحكيم وسأله، قال يا لقمان كيف حصلت هذه الحكمة؟ يعني هذه عادته، شفت المثال الذي ذكرناه الآن، هذه سجيته، لا يتكلم إلا بالحكم. فأعجب الناس به، فسأله أحدهم يعني هل الحكمة مثلا يأكل لها أكل معين يتعلمها مثلا، ولا يشرب شراب معين يتعلمها مثلا؟ قال كيف حصلت هذه الحكمة؟ اسمع ماذا قال. قال له لقمان غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي، يعني لا أكل الحلال، وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمي ضيفي، يعني أكرم الضيف، وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني، فذلك الذي صيرني إلى ما ترى. طبعا كل هذه الفضائل قد أمر بها وحث عليها شرعنا الحنيف. أما ما جاء ذكر لقمان في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه الوصايا الغالية الثمينة حقيقة التي تشترى بماء العين وتكتب بماء العين وليس بماء الذهب فقط، يقول الله تبارك الله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. آتاه الله تبارك وتعالى الحكمة، وقلنا الحكمة إيش؟ الفهم والرأي السديد، الرأي الصائب والرشاد والفقه والمعرفة. فقال الله تبارك وتعالى أن اشكر لله، عليك يا لقمان أن تشكر الله تبارك وتعالى. وهذا طبعا الكلام وإن كان خاصا أو سبب نزوله للقمان ولكنه لكل أحد، العبرة بعموم اللفظ والعبرة بما يستقى من هذه القصص. فكل إنسان آتاه الله نعمة، أي نعمة، عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها. قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في صحيح الإمام مسلم، قال يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن مهما عمل الإنسان ومهما عبد الإنسان ربه تبارك وتعالى لن يستطيع أن يوفي حق الله عليه أبدا. لذلك قال ومن كفر فإن الله غني حميد، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ابنه اسمه تاران، كان لقمان يوصيه يؤدبه. هذا إخواني حقيقة يعني فائدة عظيمة من هذه القصة، فائدة عظيمة. بعضنا وللأسف لا يقف هذا الموقف مع أبنائه وبناته، ما عند الأوامر وحرمان وعقوبة، أو في المقابل يعني إفراط في الدلال والدلع والإسراف والبذخ، يعني إفراط وتفريط، لا هذا ولا هذا.
وابتغ بين ذلك سبيلا وخير الأمور الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لذلك ينبغي أن يقوم الإنسان بواجب التربية، والتربية تحتاج إلى نفس طويل جدا، لأنك ببساطة يعني إيش الثمرة من التربية؟ ما هي الثمرة؟ أنك تهذب وتصنع إنسانا. أنت مو قاعد تصنع آلة، نجار طق لك مسمارين وثلاثة وعطاك إياها الطاولة ولا سيارة معينة ولا حتى الصاروخ ولا الطائرة. صناعة الإنسان أصعب من هذه الآلات على تعقيداتها بأضعاف المرات، لأن هذه الآلات جمادات أنت تركبها وتحطها ما راح تأثر، لكن الإنسان كتلة من المشاعر والأحاسيس والعواطف، فيتأثر ببيئته يتأثر. ولذلك ربما الإنسان الوالد أو المربي أيا كان موقعه، مدرس، معلم، مربي، والد، داعية، يربي يربي يربي، يغرس خلقا معينا لفترة طويلة، ثم قد يكون هذا المدعو أو الذي يتلقى التربية يتعرض لموقف معين تهدم له كل ما بنيته، فتحتاج أن تبني مرة أخرى. لذلك التربية صعبة، لا بد أن يصبر عليها الإنسان. ولذلك انظر يمنة ويسرة إلى الذين خرجوا يعني وكان لهم تأثير إيجابي وكانوا صالحين مصلحين في المجتمع، سواء من السلف أو من الخلف، لم يخرجوا من فراغ. تجد أنهم كان له والدا أو كانت له أم أو كان له أخ أو كان له مربي أو كان له شيخ أو كان له معلم، أفنى عمره في تربيته ومتابعته وتوجيهه وإرشاده، ويتعلق الأمر بين مد وجزر، تارة ترغيب وتارة ترهيب، ترغيب وترهيب، ثواب وعقاب. لن تستطيع أن تسوس المربي إلا بهذه الطريقة. ولذلك هنا لقمان أنموذج، يجلس مع ابنه يعلمه، فلا بد إخواني أن ننتبه لهذا الملحظ، وأن يكون هذا التعليم وهذه الرسائل إن كانت مباشرة في تربية الأبناء والبنات أن تكون بلطف بلطف بلين. انظر إلى 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 تودد وتلطف لقمان مع ابنه. قال لقمان لابنه، تشعرك هذه الآية بشيء من اللطف والحنان والمودة. ما قال أنت ما تفهم، أنت ما يعامل إلا بالكف وبالعقال لا مو صحيح. هذا في سجون الطغاة ليس في بيوت المسلمين، هذه التربية. قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. شوف أيضا فائدة تربوية ودعوية، أن الإنسان المربي أيا كان مربي، أب قلنا أو أم أو معلم أيا كان على اختلاف المسؤوليات والواجبات، لا بد أن يجعل أولويات مع ابنك. مثلا ابنك خالد ليس كابنك محمد، ابنتك فاطمة ليست كابنتك عائشة، هذه شخصية تختلف عن الأخرى، فلا بد أن صحيح أن هناك قاسم مشترك في التربية وفي يعني التوجيه للجميع، لا بد أن يكون قاسم مشترك وأولويات تغرس في الجميع، هذا لا نختلف فيه، لكن أيضا هناك فروقات فردية، فلا بد أن تراعي هذه الفروقات وأن تجعل أولويات. يعني محمد مثلا أو خالد، حتى ما يكون على ولدي محمد بعد مشكلة، حتى لا مثلا يكون خالد طيب يحتاج إلى مثلا تركيز على جانب معين، عبد الله لا يحتاجه، يحتاج أقل، يحتاج عبد الله إلى تركيز على جانب آخر. هنا لقمان يعلمون هذا الأمر، أولويات. بدأ بالشرك، قال يا بني لا تشرك بالله، الشرك مصيبة، ضياع الدنيا والدين، ضياع الدنيا والآخرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. خالد مخلد في نار الجحيم، في بعد هذه الخسارة من خسارة؟ أبدا ما في. إن الشرك ظلم عظيم، ظلم عظيم، وهذا قسم الثامن من أقسام الظلم، الظلم بمعنى الشرك، الظلم الأكبر، كما قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، بظلم أي بشرك. إذن حذروا من الشرك. الوصية الثانية
ووصينا الإنسان أيضا يوصيه لقمان، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سبحان الله، كثير ما نجد في القرآن الكريم يقرن الله تبارك وتعالى الأمر بتوحيده والنهي عن الشرك بالأمر ببر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية الآن، إذن هذا يبين عظم، هذا يبين لنا عظم حق الوالدين علينا. ونحن الآن في زمن العقوق، نحن الآن في هذا الزمن المادي السيء الذي سلبياته طغت على إيجابياته، ومن أعظم سلبياته العقوق. منذ متى كنا نسمع أن الأب يضرب أباه أو الأم تضرب أمها؟ متى كنا نسمع أخواني؟ ما كان، لست يعني من الجيل القديم، لست كبيرا، لكن على جيلي وهو قريب من هذا الجيل، وين هذه تعتبر يعني ثالثة الأثاث كما يقال. الآن موجود وبكثرة وعلى الملأ، بل تسمع حتى في الأسواق أمامك وتشاهد هذا الأمر. بعض البنات ما ترفع صوتها على أمها، لا يما ما تفهمين، قدام الناس. ولا الأب مثلا يقول حق، ولا الوالد يقول لوالده ما تعرف يما، ايش عرفك؟ مثل هذه الألفاظ. المشي أمام الولد، أمام مشي الولد أمام الوالد يعد من سوء الأدب. مشي بس، لو مشى الولد أمام والده هذا يعد من سوء الأدب، إلا اللهم إذا يعني خشي عليه، يعني يكون في ظلام، يكون في مكان يخشى أن يصاب، يمشي أمامه، عدا ذلك سوء أدب. لابد أن يكون له كالعبد مع سيده، لا نقول ولد مع والده، كالعبد مع سيده، وأن تكون البنت مع أمها كالجارية كالأمة. لذلك هذا أمر خطير، خطير جد خطير، إذا بلغ الحال بالمسلمين إلى هذه الدرجة. وأنا لا أقول هلك الناس، فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم، لا شك أن هناك نماذج مشرقة، لكن نحن الآن في معرض بيان السلبيات وليس الإيجابيات، قطعا في إيجابيات. لذلك قال ووصينا الإنسان والد حملته أمه، أمه حملته، أمك أيها المسلم حملتك وهنا على وهن، أي تعب بعد تعب ونصب بعد نصب. عبد الله بن عمر رأى رجلا يطوف بالبيت الكعبة وقد حمل أمه على ظهره، فقال له يا أبا عبد الرحمن لقد جئت بأمي، أو حملت أمي كنت لها كالبعير من بلاد كذا وكذا، وحججت بها وهي على ظهري، يعني طوفها على ظهره، يسعي بين الصفا وهي على ظهره، يذهب إلى عرفات إلى مزدلفة وهي على ظهره. قال أترى أنني وفيت لها حقها؟ يعني خلاص عقب ما نخلص الحج أقول لها فكي نزلي عني، فك الفك الحين، هذا معنى كلامه. فقال له ولا زفر من زفراتها، أي في لحظة الطلق ولا زفر من زفراتها. قال أنت تحملها وتتمنى موتها، وهي عندما حملتك وتعبت في حملك وولادتك وإرضاعك وصبرت على صياحك وبكائك وأيقظت وأرقت نومها وأتعبتها، هي ترجو حياتك. لذلك حق الأم والأب ماذا يقول الإنسان عنه؟ فأقول هذه الآية عظيمة. قال وفصاله، فصاله يعني فطامه في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال سبحانه وتعالى، وهذه آية عظيمة لابد أن نجعلها في سويداء القلب، قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. طبيعي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو قال لك والدك لا تصلي
قل لا سلام عليك لا نبتغي الجاهلي سأصلي يا والدي. لو قالت الأم لابنتها لا تحجبين لا تعقدين تقول لها سلام عليك يا والدتي سأتحجب. وهذه تجري على كل أحد لا طاعة لمخلوق أيا كان هذا المخلوق، أمير، وزير، ملك، والد، والدة، معلم، لا طاعة لمخلوق، مخلوق نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب بس أعصي وانتهت القضية؟ لا، قال فلا تطعهما إذا أمرك بمعصية وصاحبهما في الدنيا معروفة. يا الله ما أعظم هذا الدين، ليسمع هؤلاء الذين اغتروا بما عليه الشرق والغرب من غير المسلمين عندهم الأخلاق وعندهم، يا أخي اقرأ القرآن الكريم، هل ستجد أخلاقا أفضل من هذه الأخلاق؟ لن تجد، لن تجد. والذي رفع السماء بغير عمد، نحن المسلمين الذين صدرنا للدنيا الأخلاق، لذلك هذا خلق رفيع عظيم. حتى إذا كان والداك كافرين لا يجوز لك أن تعقهما، يجوز لك بل يجب عليك أن تعصيهما في طاعة الله تبارك وتعالى، فلا تطعهما، لكن مع ذلك لا يجوز لك أن تعقهما. هذا نقول لماذا؟ بعض الناس أنا شوف سمعت بعض الفتيات تطلع التلفزيون تتكلم عمرها 14 15 17 20 سنة ولا شاب، يقول لك يا أخي عاقل والديه. ليش يا حبيبي؟ قال لك والله يا أخي يا شيخ ما تدري ايش سوى فيني أثناء الصغر. وش سوى فيك أثناء الصغر؟ من اللي رباك؟ من اللي صرف عليك؟ من الذي جعلك وأظلك وأكنك في بيت وأنامك على فراش وثير؟ من قصر في جوانب؟ وإن كان قصر في جوانب، وإن كان ظلمك في حال الصغر، وإن كان ترك تربيتك، هذا لا يسوغ لك أن تعقه في حال الكبر. في أعظم من الشرك يا جماعة الخير؟ ما في أعظم من الشرك. فالله عز وجل ذكر لك يعني أعظم صورة للعقوق، لعقوق الآباء للأبناء، قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم، ليس بعد الشرك ذنب، ومع ذلك لا تطعهم. لا، قال سبحانه وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحب في الدنيا معروفة. ولذلك كان هذه الآية نزلت في سعد بن وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلم، وكان غنيا يعني من المترفين. أمه غضبت، أمه مشركة، فقالت له لن آكل ولن أشرب حتى تكفر بدين محمد، نوع من الضغط النفسي على ولدها. يوم ما أكلت، يوم الثاني ما أكلت، يوم الثالث خلاص أشرفت على الهلاك. يعني ثلاثة أيام يمتنع الإنسان عن الأكل والشرب، هذا صعب، كل ذلك لتضغط عليه. فجاءها وقال لها يا أمه كلي، قال والله لو كانت لك 100 نفس يعني متروح، فخرجت كل نفس على إثرها لن أترك هذا الدين، خلص فكلي أو دعي. فلما وجدت صلابته وثباته أكلت وشربت. إذن هو رد عليها ردا معروفا، إياك ثم إياك. والله إخواني أنا أطيل في هذه النقطة غصة حرقة في نفسي مما أسمعه وأجده وأراه، لا أقول من العصاة الفجرة اللي مدمن مخدرات ولا هذا خالص منه، هذا كما يقال خارج ضغط التغطية، صلى الله أن يهدي المسلمين. كلامي عن أهل الصلاح وأهل الصلاة وأهل الخير عجيب، أين صلاته؟ أين استقامته؟ أين قرآنه؟ أين دعاؤه؟ أين دينه؟ تجد من هذا إذا مع الناس شيء وابتسامة وصلاة ودين، وندش البيت انقلب على أمه وعلى أبي. هذا فلينظر في 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 حاله، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال إلزم قدميها فثم الجنة،
مو حديث الجنة تحت أقدام الأمة، ليس حديث بهذا اللفظ، لكن الحديث الرواية الأخرى التي حسنها بعضهم قال إلزم قدميها فثم الجنة. الحسن البصري رحمه الله عندما توفيت أمه فبكى، فلامه بعض الناس قال كيف أنت الإمام الكبير تبكي عشان وفاة أمك، هذا قضاء وقدر. قال والله لا أبكي جزعا من الموت، وأعلم أنها أن هذا قضاء وقدر، ولكن أبكي. شوف الفقه جماعة الخير. قال ولكن أبكي أنه كان باب مفتوح لي إلى الجنة فأغلق الآن بوفاتها. لذلك أيها الإخوة، هذه مسألة عظيمة. مهما بلغت من العمر ومن الغنى ومن الجاه ومن المنصب، تجد بعض الصالحين والأخيار من أمثالكم البار بوالدته، والله يعني ربما إذا رأى الناس صورة في التلفاز أو في الشارع يهابونه من هيبته ومكانته في المجتمع، ثم إذا دخل على أمه العجوز الحسيرة الكسيرة الأمية يكون تحتها كالخادم وكالعبد لها. أحد المحدثين الكبار ونسيت اسمه، وآفة العلم النسيان، كان جالس مع محدث عالم كبير، جالس مع الطلبة يحدثهم، فأخذت أمه تناديه بعد يعني تصغير، يعني مثلا تقول له اسم عبد الله، تقول له يا عبود، شذي تناديه، يعني أخذت تناديه بتصغير اسمه، ولا يا محمد يا حمود، انظر هذا العالم الكبير. فقالها لبيك يا أمه. هو عالم جالس يحدث، ما قال والله شخصيتي واشتبه العجوز ما تموت تريحنا، لا، قال لبيك يا أمه. قالت قم فأعطي الدجاج طعامه. فقام وأغلق الكتاب وهو محدث عالم، وأخذ طعم الدجاج ويطعم الدجاج، ثم رجع وفتح الكتاب وأخذ يحدث. هل ضره ذلك شيء؟ أبدا، بل والله هذا درس تعليمي لهؤلاء الطلبة لن يحصلوه ولو قرأ على مسامعهم آلاف النصوص والآثار في بر الوالدين، تطبيق عملي. ولذلك أنت إذا ذهبت إلى البيت أو يعني بيت الجد أو بيت الوالد اللي هو جد الأولاد، الأولاد يرونك إذا قبلت على جبينه، قبلت على يده، وكنت بينه كما قلت كالعبد بين يدي سيده. هذا هو الغرس الحقيقي، وستجد ثمار هذا إذا بلغ بك العمر مبلغه، كما قال القائل بروا آباءكم تبركم أبناءكم. نختم سريعا. قال الله تبارك وتعالى يا بني، نصيحة لقمان، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قال أهل العلم سبب تفسير هذه الآية، سبب نزولها أو سبب ذكرها هذه الوصية، أن ابن لقمان هذا تاران قال لأبيه يا أبتي أرأيت لو عصيت الله تبارك وتعالى ولا أحد يراني كيف يراني الله تبارك وتعالى؟ يستفسر هذا الولد. فرد عليه ابن لقمان الحكيم قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة، يعني مثقال حبة ذرة صغيرة من المعصية والخطيئة، وإن أخفيتها وإن دخلت في باطن الأرض أو غصت في أعماق البحار فعصيت الله ولو بنظرة عابرة وأنت في ذلك المكان البعيد يراك الله. قال إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في باطن الصخور أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة. الله أكبر. والله إخواني ما أدري أنا كلمة هذه أتأثر فيها حقيقة. يا بني شوف الحنية والحنان واللطف والتودد مع ابنه، هذه التربية. قال يا بني أقم الصلاة. هذا الذي نريد إخواني. هناك فرق كبير أيها الحبيب بين أنك تؤدي الواجب وبين أنك تريد هداية الخلق، ترى فرق كبير. يعني مثلا جارك لا يصلي وأنت ترى ما يصلي مقصر، الآن
أنا ممكن أني أسلك مع مسلك أقول فقط أقول معود هذا يوم القيامة يعني مشكلة يحاجزني عند الله عز وجل يقول يا ربي سل فلان كان يراني لا أصلي ولم يأمر معرفة عن المنكر أنا فقط أحاتي هذه القضية طق على الباب ولا يا جاري اتق الله هذا المسجد موجود تسمع الأذان الواجب من الواجب لا تقول يوم القيامة ما قلت لك قلت لك سلام عليكم أنا أديت الواجب اللي علي لكن لم أحرص على هدايته الذي يريد أن يحرص على هدايته وهداية يسلك مسلكا آخر ابتسامة وهدية ودعوة وينك ما نشوفك وعزومة ويني ويلة وابني علاقة واحدة ثنتين ثلاث أخذ المسجد يصلي كذلك الابن بعض الناس فقط يبي أدي الواجب الأب يقول معود يوم القيامة حجيجي لا بس بأدي الواجب أدي الواجب يا حبيبي أدي الواجب يدش علي طق الباب بطل الليت قام صل اسمع الأذان خلاص لا تقول يوم القيامة مش طلع عنه هذا أدى الواجب لكن ما أراد إصلاح ولدي الذي يريد كما قال لقمان يا بني أقم الصلاة إيش عليه شوي شوي طقطق أصابعه يهمز رويلاته مثلا يعني خاصة في صلاة الفجر طيب يحب يعني لا تجعل الصلاة عقوبة له بعض أولئك يغفل عن هذا الأسلوب سيغرس في نفس البنت والابن أن الصلاة عقوبة لأنه يأتيه بأسلوب فظ منفر فهنا يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور كلام واضح وصايا واضحة ثم ختم هذه الوصايا بوصيتين عظيمتين قال واقصد في مشيك يعني واقصد في مشيك يعني لا تمشي مشيا متبخترا يعني مشية الجبابرة متبختر ومتكبر إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كما قال الله في سورة الإسراء يعني أربع على نفسك أنت متبختر على أي شيء تتكبر أيها المسكين على أي شيء على مالك على جمالك على سلطانك على أي شيء لن تخرق الأرض أنت من تركت تخرق الأرض لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا طولك محدود وقدرتك محدودة فأربع على نفسك فقال واقصد في مشيك ليس مشي المتبخترين ولا مشي المتنطعين اللي يسحب قدم ويسحب قدم أخرى ويتمايل لا هذا ولا هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنه يتحدر من صبب من جبل مشية الواثق ما هي المتبختر ولا المتباطئ المتخاذل وابتغي بين ذلك سبيلا فقال له ولا تصعر خدك للناس الصعر لا تصعر الصعر هو داء مرض يصيب الإبل فتلوي أعناقها يعني تمشي الإبل بالطريقة هذه من هذا المرض فتصعير الخد بالنسبة لبني آدم كبر واحد اللي ما له خلق يعني يطالع الناس مثلا يتكبر يصعر خده له من الكبر والعياذ بالله والجبارون والمتكبرون يجعلهم الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم شوف الجزاء من جنس العمل قلته هذا الأمر أكثر من مرة إخواني الجزاء من جنس العمل تأمل بين العقوبة والعمل متكبرون يجعلهم في ذلك اليوم العظيم أمثال الذر أتدري ما هو الذر؟ النمل الصغير الذي لا تراه بالعين المجردة يكونون في أرض المحشر همل يطأهم الناس بأقدامهم تكبروا أذلهم الله ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك بعض الناس يتكلم تكلم طبيعي يصارخ ايش تصارخ يا حبيبي انا اسمعك وتسمعني رفع الصوت دون مسوغ قد يحتاج الانسان الى ان يرفع صوته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او كما امر ابا طلحه رضي الله تعالى عنه في عام خيبر انه يعني يذهب الى الناس ورفع صوته ينادي في الناس كان صاحب صوت جهوري
قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فرفع الصوت، وقال الله تبارك وتعالى وناديناه، والنداء يكون بصوت، فرفع الصوت يا عبد الله يا أبا محمد لا إشكال إذا كان لحاجة، لكن المقصود أن لا يكون هذا الأمر سجية وخلق. يكلم الإنسان يرفع صوته كأن يعني يغضب عليه أو كأن يريد أن يوبخه، فهذا ليس من الخلق. قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا الحيوان أكرمكم الله يعني المذموم عند الناس والذي يضرب به المثال في البلادة والغباوة وهو الحمار. ولذلك جاء في الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أنه إذا سمع نهيق الحمار في الليل أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، لأنه يكون قد رأى شيطان، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني هذه حقيقة يعني هذه يعني مجمل قصة لقمان رحمه رحمة واسعة مع ابنه التي ساقها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. فقط نصف دقيقة أذكر لكم بعض المواعظ أو الحكم التي ذكرها لقمان. قال لقمان عليه السلام أو رحمه الله لابنه يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير، فلتكن سفينتك، شوف الكلام، فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل، وحشوها الإيمان بالله تعالى، وشراعها التوكل على الله عز وجل، لعلك تنجو وما أراك ناجيا. وقال في حكمة أخرى لقمان الحكيم أيضا قال لابنه يا بني إنك استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقرب منها أقرب من دار تباعد عنها. وكذلك قال لقمان لابنه يا بني اتق الله ولا ترى الناس أو ولا تري الناس أنك تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبك فاجر. أيضا قال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض بوابل المطر، إلى غير ذلك حقيقة من الحكم لهذا الرجل الحكيم المبارك الذي أعطاه الله تبارك وتعالى الحكمة كما قال في كتاب الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي أيها الأحبة يوم غد بحول الله وقوته إن كان في العمر بقية مع قصة أخرى من قصص القرآن الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.